تشامبيونز برايمري 4، هلو اند ويلكم، اهلا بيكم ابطال رابعه ابتدائي. معادنا مع المراجعه ليله الامتحان من وزاره التربيه والتعليم في ماده الماس، ربنا يوفقكم جميعا. زي ما انت شايف قدامك كده، دي ان شاء الله الامتحان فاينل ريفيجن، بنعمل مراجعه على اليونتس كل اللي ان شاء الله هتيجي في الامتحان. زي ما انت شايف الاسئله قدامك، في سلايد فيه سؤال والسلايد اللي بعده الإجابة عشان تقدر تدرب نفسك. زي ما انت شايف سؤال، بعد كده السلايد اللي بعده فيه الإجابة، سؤال وإجابة وهكذا، وانت ماشي على طول لغاية نهاية الايه، نهاية الشيت بتاعك. طيب فين الأسئلة دي والإجابات؟ احملها منين؟ هتنزل دلوقتي في الديسكريبشن تحت الفيديو، هتلاقي رابط كاتب عليه تحميل التحميل، هتدوس عليه هيدخلك على جوجل درايف، تحمل الشيت دوت وتقدر تذاكره بمنتهى السهولة. هتدرب نفسك تقرا السؤال وبعد كده تجاوب انت، وبعد كده الصفحة اللي بعدها تلاقي متجاوب عليها عشان تدرب نفسك واحدة واحدة زي ما انت شايف كده بالظبط. حاجة اسئلة ان شاء الله لن يخرج عنها الامتحان. بتمنى لك كل التوفيق وبطمنكم الامتحانات جاية سهلة، حتى لو انت لقيت اسئلة صعبة في الامتحان ده، في الاسئلة دي ما تقلقش خالص خالص خالص. بتمنى لك كل التوفيق وانتظرونا في الترم التاني ان شاء الله. باي باي.